يعني كل من يترك الوظيفة تكون لديه تصريحات، يعني السيد يعني إذا ما كانت هناك فعلا قضاء وهناك محاكمات وهناك لجان مختصة فليتم أو فليلتقي المسؤولون على هذه اللجان أو على هذه المحاكمة أو القضاء العراقي مع السيد علاوي، كان وزير المالية لفترة جيدة ولديه أسرار هذه السرقات وغيرها من السرقات. أنا أجزم بأن 16 مليار دولار مبلغ قليل جدا مما يتم الحديث عنه من قبل شخصيات كما قلت متنفذة ورسمية كانت في الحكومة عن حجم السرقات الهائلة التي حدثت وأضرت بالمال العراقي والشعب العراقي. إن كانوا هؤلاء جادين فيمكن إحضار السيد علاوي وغيره أمام القضاء، أمام لجان، أمام هيئات نزاهة، والتحقق وكشف الحقائق للشارع العراقي.